لو الحكاية فيها إن فيتو محمد جمال من حزب الصرح من أحد مستشفي حملة المشير السيسي في الهرم. أنا بس اليوم بدأ معانا النهاردة يوم كان فيه إقبال كتير على توكيلات المشير السيسي، وإحنا ابتدينا نوجه الناس لو في أي مشكلة في الاسم، لأن كان في ناس بتيجي شايفة إن في غلط في الاسم، فكنا بنعرفهم الاسم الصح. والحمد لله كان في إقبال النهاردة كبير جدا، والحمد لله الموظفين شارع عقاري كانوا متعاونين مع كل المرشحين على حدة، ما كانوش بيميزوا من حد وحد، والحمد لله يعني ما فيش مشاكل عدت النهاردة، اليوم كان كويس جدا. أنت دورك إيه بقى يا محمد؟ يعني أنا لو جاي أعمل توكيل، أنت بتاخدني كده من على الباب، إيه الخطوات اللي أنا ضروري أوصلك لغاية موظف شارع عقاري وبتسلم بطاقتك زي أي مرشح واقف، وبيبدأ يتعمل لك توكيل، وأنت باجي آخد أنا منك صورة عشان آخد منك الداتا بس بتاعتك، وآخد على تليفونك، ما باخدش منك الأصل، لأن أنت تبقى مطمن، أنت اللي تسلمه في إيدك في مقر الحملة. يعني أنا لازم آخد منك صورة بس، دي مجرد داتا أنا بتصل بيك بعد كده عشان لو هتبدأ تشارك معانا في الحملة أو الكلام ده، لكن ما باخدش منك الأصل عشان تبقى أنت مطمن وتسلمه في إيدك في الحملة. وبرضه هي نصيحة لكل الناس، يعني ما تسلمش توكيلك لأي حد في الشارع، سلمه صورة، يعني ما تسلموش أصلا عشان تبقى عارف إن التوكيل بتاعك رايح في المكان الصح. The